أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في موجز رياضي جديد من إذاعة الشارقة. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يضع حجر الأساس لنادي كلبة للمعاقين. يواصل الشارقة انطلاقته القوية في دوري خليج العربي ويحقق فوزا كبيرا وقاسيا على ضيفه الظفرة بخمسة أهداف نظيفة. وفي الجولة نفسها عمق النصر جراح ضيفه عجماه بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل. وضمن الجولة نفسها سقط العين أمام ضيفه الفجيرة في فخ التعادل بهدف في كل شبكة. في الكرة الأوروبية انتزع ريال مدريد الإسباني أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بفوزه على ضيفه انتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا قلب بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب تأخره بهدف أمام ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى فوز مثير بستة أهداف مقابل هدفين. وفي المجموعة الأولى أيضا عاد أتلتيكو مدريد الإسباني بتعادل إيجابي على مضيفه لوكوموتيف الروسي بهدف لمثله. ختام الموجز الرياضي، دمتم في رعاية الله وحفظه.